السلام عليكم خالتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. خدمت فيديو ما قبل حول طريقة التسجيل والوثائق اللازمة للاشتراك في انترنت المنزل او انترنت اتصالات الجزائر اللي هي لا ديسال. كاين واحد السؤال تكرر عندي بزاف من المتابعين، وهو شحال تكلفني الانترنت تاع المنزل ولا انترنت لا ديسال. تبعوا معايا خالتي، راح نحسبوا حاجة بحاجة. ديزل بلس ام، كما تكلمت لكم في الفيديو اللي فات، وراح نخلي لكم الرابط تاعو في التعليقات اللي بغي يدخل يتفرجوا باش ندخلوا الانترنت تاع اتصالات الجزائر ولا انترنت لا ديسال ولا انترنت تاع الدار كما تبغوا سموها. لازم لنا لالين تليفون، وباش ندخلوا لالين تليفون راح نخلصوا 206000. نبداو نحسبوا، سما اول سعر هو 206000. كذلك راح نحتاجو لاباراي فيكس ولا الهاتف الثابت، راح نلقاوها تقريبا توصل 350000، نقولوا 350000 صح. بعد ما نديرو الدوموند تاع لالين تليفون ونخلصو 206000 ونشرو لاباراي فيكس 350000، راح نشرو المودام، مثلا مودام دي لينك اللي تكلمت عليه في فيديوهات سابقه. كذلك راح نخلي لكم الروابط تاع الفيديوهات في التعليقات. السعر تاعو يكون من 500 ل 550 الف. سما عندنا 206000، 350000 و 550000. في النهايه بعد ما يطلقونا لالين تليفون تاعنا ويكون عندنا المودام، نروحوا للوكاله التجاريه تاع اتصالات الجزائر ونخلصوا اشتراك الانترنت اللي نبغوا نخيروه حنايا. كاين 10 ميجا ب 160000 للشهر، وكاين 15 ميجا ب 200000 للشهر، وكاين 20 ميجا ب 260000 للشهر. سما المجموع تاعنا راح يكون تقريبا بين 1,266,000 و 1,366,000. واللي عنده لالين تليفون وعنده لاباراي فيكس راح يوفر 550000. ديزل بلس ام. وباش يكون في علمكم خاطي، بس كاين الناس اللي تخلطوا هذا 1,200,000 ولا 1,300,000 تخلصوها اول مره فقط من تروحوا تدخلوا الانترنت تاع الدار، ومن بعد تولوا تخلصوا حق الاشتراك تاعكم. اذا اشتركتوا في 10 ميجا راح تولوا تخلصوا 160000 كل شهر، واذا اشتركتوا في 15 ميجا راح تولوا تخلصوا 200000 كل شهر، واذا اشتركتوا في الاشتراك تاع 20 ميجا راح تولوا تخلصوا 260000 كل شهر، زايد فاتورة الهاتف اللي تجي 60000 كل شهرين. ديزل بلس ام. هذه هي خاوتي، هنا نكون وصلنا للنهايه تاع الفيديو اللي كان خفيف وظريف كالعاده. اذا عجبكم واستفدتوا منه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب اسفل الفيديو وتشجعونا في التعليقات. كذلك اللي عنده سؤال ولا استفسار يكتبوا لي في التعليقات، ولا يتواصل معايا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. ما عليك غير تكتب ديزل بلس ام، راح تخرج لك الصفحه الخاصه بالقناه، ادخل ليها وتواصل معايا، وراح نحاول نرد عليكم في اقرب وقت ونشارك معكم المعلومات اللي نقدر عليها. كذلك اذا اول مره تشوفوا محتوى القناه، مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه باش كل ما نخدم فيديو جديد راح يوصلكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.